البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت أسامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أو هو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة، وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي جميعا، آمين. الكاس لكم، فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسن، ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فاهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولما نجوا وجدوا أن الجزيرة تدعى مليطة، فقدم أهلها البرابرة لنا إحسانا غير المعتاد، لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد. فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونشبت في يده. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده، قال بعضهم لبعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رضي. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا، فإذ انتظروا كثيرا
ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو إله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 16 برمهات، أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة يوم 25 مارس سنة 1986 ميلادية تجلت العذراء القديسة الطاهرة مريم فوق كنيسة الشهيدة دميانة بأرض بابا دوبلو بحي شبرا بالقاهرة. ظهرت العذراء مريم والدة الإله على الكنيسة لآلاف من الناس، واستمر شهور كتير، بدأ بنور جميل وبعدين ياخد شكل العذراء، وحصلت معجزات للمسيحيين وغير المسيحيين، وظهر كمان حمام منور في الليل وكان في ريحة بخور جميلة، والنور بيظهر كمان في أماكن كتير داخل الكنيسة. وكان في وقت المتنيح البابا شنودة الثالث البطريرك 117، وعمل لجنة من المجمع المقدس أكدت الظهور، وكمان وسائل الإعلام في مصر وخارجها اتكلمت عنه. شفاعة العذراء القديسة مريم والدة الإله تكون معانا. آمين. وكمان زي النهاردة من سنة 483 للشهداء اللي بتوافق سنة 767 ميلادية تنيح القديس البابا خائيل الأول البطريرك 46 من بطاركة الكرازة المرقوسية. هو كان راهب يعيش بالتقوى والقداسة بدير القديس مكاريوس الكبير في برية شهيت. وبعد نياحة البابا ثيودوروس اتفق الأسقفة والكهنة والأرخنة على اختيار الراهب خائيل المآري يكون البطريرك، لأنه كمان مشهور بالفضائل الروحية والعلوم الكنسية، لكنه رفض. راحوا مسكوه بالعافية وراحوا الإسكندرية وأقاموه بطريرك باسم البابا خائيل الأول. وفي اليوم ده نزلت أمطار كتير واستمرت 3 ايام، مع انه ما كانش فيه مطر من سنتين. اتحمل البابا عذابات من الوالي عبد الملك ابن مروان، ولما عرف كده كرياكوس ملك النوبة اخد 100,000 جندي ووصل بيهم مصر حوالين مكان الوالي في الفسطاط اللي هي مصر القديمة. فخاف من جيوش ملك النوبة وخرج البابا من السجن وقال له قول للملك اننا اصطلحنا خلاص، وفعلا رجع تاني لبلاده. ومن بعدها الوالي احترم البابا خائيل جدا وبطل اضطهاد المسيحيين، وخصوصا انه كانت بنته مريضة وبصلوات البابا ربنا شفاها. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة. مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لما تكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصيتان ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فماذا أتكلم أنا به؟ فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. أوه.